مرحبا يا أطفال، اليوم سأروي لكم قصة بارتي ماوس. يمكن لكم قراءتها في الكتاب المقدس في إنجيل مرقس الشطر العاشر من الآية 46 إلى الآية 52. عيسى وأصدقائه وأتباعه الاثني عشر الذين يتبعونه ويسمعون دروسه كانوا في سفر قاصدين مدينة أورشليم الكبيرة. ففي ذلك اليوم مروا عبر مدينة النخيل التي تسمى أريحا. حشد كبير من الناس يتبعهم لأنهم يريدون رؤية الأشياء العجيبة التي يصنعها عيسى وسماع أقواله أيضا. فهناك متسول أعمى جالس على حافة الطريق، إنه بارتيماوس معروف باسمه. لما سمع الضجة الكبيرة التي صنعها حشد الناس الذي يتبع عيسى فسأل عن ما يحدث. ماذا يحدث؟ لماذا كل هذا الضجيج؟ شيء خطير حدث؟ لكن لا، إنه عيسى الناصري الذي مر. هل تعلمون أن بارتيماوس قد سمع من قبل الحديث عن عيسى؟ يعلم أنه جاء من الناصرة وأنه يعمل أشياء رائعة والتي تتمثل في المعجزات. قد سمع أن عيسى شفى كثيرا من المرضى. وهل تعلمون أيضا أن بارتيماوس يهودي الأصل وإنه يعرف وعود الله لشعبه؟ يعلم أن الله وعد أنه يوما سيبعث المخلص الذي يخلص شعبه الإسرائيلي، فهو يعلم أيضا أن هذا المخلص سيأتي من عائلة داود الذي كان ملكا كبيرا لإسرائيل وكان يحب الله. بارتيماوس يحب الله وهو أيضا ينتظر هذا المخلص الذي سيحقق أشياء رائعة لله. بعد تفكير وتمييز آمن بشيء مهم جدا، أن عيسى لابد أن يكون المخلص الموعود لأنه أتى من عائلة داود ويعمل المعجزات أيضا. انظر معي في الكتاب المقدس المثل 16 في الآية 20. الفطن الذي يفكر جيدا في الأمور يجد السعادة. الآن أعود إلى حشد الناس في أريحا. ها هو بارتيماوس بدأ في الصراخ بكل قوته: يا ابن داود، عيسى، أرجوك ارحمني. لماذا كل هذا الصراخ؟ لأنه آمل أن عيسى سيسمعه وبذلك سيساعده. الناس عارضوه حيث قالوا له: اسكت اسكت. لكن بارتيماوس لم يرد أن يضيع هذه الفرصة الوحيدة التي منحت له للاقتراب من عيسى، إذ لح على ذلك، إذ لا يدعوه فقط يا عيسى بل يا ابن داود، وذلك ليبين له أنه يعرف أنه المخلص المنتظر. بدأ يصرخ بكل قوته: يا ابن داود ارحمني. وأنا أؤكد لكم أنه فعلا يجب الصراخ لتجاوز ضجيج كل هؤلاء الناس. مرقس 10 الآية 49 تقول: فوقف يسوع وأمر أن ينادى، فنادوا الأعمى قائلين له: ثق، قم، هو ذا يناديك. إذن عيسى سمعه ونداه. فمباشرة بارتيماوس ينهض فيرمي معطفه كي يركض اتجاه عيسى. حتما قد ساعده الناس لأنه لا يرى شيئا. عيسى طلب منه: ماذا تريد أن أعمله لك؟ أنت بالطبع تعلم ما يريده بارتيماوس، أليس كذلك؟ إنه أعمى. بالتأكيد يريد أن يرى. كل الناس فهموا وضعيته. ولكن بما أن عيسى هو الله ويعلم كل شيء، لماذا إذا طرح عليه هذا السؤال؟ لما نتحدث مع الله ومع عيسى هذه تسمى الصلاة. عيسى يحب لما نطلب منه شيء ما نعمل ذلك بالتدقيق. أحيانا يحب لما نلح في طلبنا منه وذلك من كل قلبنا رغم أنه يعرف كل شيء. بالطبع بارتيماوس أجابه: ربي سيدي الذي أحبه، أريد أن أرى. فعيسى أجابه: اذهب، بمانك أنقذك. بالفعل بارتيماوس يرى. لكن أكثر من هذا، يؤمن بعيسى، يؤمن أن ما وعد به الله سيحدث، إذ أنه حقا بعث مخلص اليهود. لهذا السبب قال له عيسى أن له الإيمان وله الخلاصة، خطاياه غفرت له، لكي تفهم أفضل ما هو الذنب وكيف يمكن لك أن تخلص. يمكن لك أن ترى القصة في الإنجيل، لأن أنت أيضا يمكن لك أن تؤمن مثل بارتيماوس وتجد السعادة.
مثله يمكنك أن تلح في صلاتك وتقول لعيسى أنك تؤمن أنه الله وأنه المخلص وأنك أعمى بسبب الشر الموجود في قلبك، فمثل بارتيماوس يمكن أن تطلب منه بالتحديد ما تريده، أن يرحمك ويغفر لك ذنوبك كي تخلص من عقاب الله. لكن القصة لم تنتهي. بارتيماوس لم يقرر أن يعمل حفلا، لا، بل قرر أن يبقى مع عيسى ومرافقته في السفر. إذا خلصت أنت أيضا سترغب في المشي مع عيسى، أي ترغب في أن تتعرف عليه وتشبهه، وذلك عبر الكتاب المقدس. فها هي قصتنا الآن انتهت. إذا نصلي معا. سيدي عيسى، أشكرك لأنك الله، أنت الذي بعثت كي تخلصنا من العقاب وكي تحقق في حياتنا معجزات كبيرة. افتح من فضلك عيون قلوبنا كما عملت مع بارتيماوس، حيث فتحت له عيونه، وذلك كي نؤمن بك ونضع فيك الثقة من كل قلوبنا. آمين. لنقرأ معا القصة كما وردت في إنجيل مرقس الشطر العاشر من الآية 46 إلى الآية 52. وجاءوا إلى أريحا وفيما هو خارج من أريحا مع تلاميذه وجمع غفير، كان بارتيماوس الأعمى ابن تيماوس جالسا على الطريق يستعطي. فلما سمع أنه يسوع الناصري ابتدأ يصرخ ويقول: يا يسوع ابن داود ارحمني. فانتهره كثيرون ليسكت، فصرخ أكثر كثيرا: يا ابن داود ارحمني. فوقف يسوع وأمر أن ينادى، فناد الأعمى قائلين له: ثق، قم، هو ذا يناديك. فطرح رداءه وقام وجاء إلى يسوع. فأجاب يسوع وقال له: ماذا تريد أن أفعل بك؟ فقال له الأعمى: يا سيدي أن أبصر. فقال له يسوع: اذهب، إيمانك قد شفاك. فللوقت أبصر، وتبع يسوع في الطريق. إلى اللقاء. قصتنا انتهت اليوم. ألقاكم في قصة أخرى.